بعيد عن ناس المصريين، حتى واحنا تحت المطر الجو جميل برضه، وهنتكلم بإيجابية وهننبسط وهنمضي يوم جميل بإذن الله. الحقيقة كان قرار حكيم وصائب إن الأجازة النهاردة تبقى ليل مدارس والجامعات، خفت شوية الضغط على الشوارع. طبعا كان في يعني مطر كتير امبارح، وكان في ناس كتير اتزنقت في مناطق كتيرة، مصر الجديدة، مدينة نصر، يمكن في وسط البلد، الحتت دي كلها، ومناطق تانية كتير في محافظات تانية كتير. لكن خلينا نقول برضو ان في جهود بتتعمل عشان خاطر المايه دي تتشال. انا وانا جاي شفت ناس عربيات كتيره بتشفط مياه في صلاح سالم، وبس برضو كان في تكدسات، ده ما يمنعش ان برضو تحصل. يعني هي كان سيول امبارح مش مطر بس، يعني عادي طبيعي. كان الدنيا انت فجاه الدنيا كانت شمس، وفجاه الواحد دخل، كل واحد دخل في شغله وطلع يلحق الدنيا بتمطر فعلا. الكلام ده هل ده بقى تقصير مننا احنا ما بنتابعش هيئه الارصاد الجويه بتاعتنا؟ هل احنا ما بنتابعش كل الاخبار النشره الجويه نسمعها كده؟ فانا اتمنى ان احنا نعمل شويه حاجات كده بسيطه جدا لكن هتفيدنا. واحد، حضرتك وانت نازل افتح جوجل ماب، شوف السكه اللي بيديها لك، وشوف ايه اللي يعني الدنيا بتبقى فيها ازدحام، وتجنب هذه الشوارع. لو عندكش حاجه تعملها النهارده اجلس اقعد في بيتك، ايه المشكله؟ عندك حاجه تعملها انزل، بس حاول ان انت تتبع ارشادات المرور، واسمع النشره الجويه، وتابع صفحه هيئه الارصاد الجويه المصريه. و انا شايف ناس كتير على الفيسبوك والسوشيال ميديا بشكل كبير كل واحد بيعمل لايف في الحته اللي هو فيها، تجنب الحتت اللي فيها ميه. حاجات المهمه جدا انك تتبع ارشادات رجل المرور. النهارده وانا جاي كان في رجال مرور منتشرين، بينظموا المرور، لان في حتت ممكن يكونوا شارع ممكن يتقفل لان كان في شويه ميه هتتشفط او في زحمه او كده. ما تحاولش ان انت تمشي عكسي، لان انت كده هتعمل مشكله اكتر، يعني هتعمل مشكله اللي رايح وللي جاي. فحاول تلتزم باللي هيتقال لك. لو انت في مكان اسمع الراديو وانت ماشي، او لو انت طبعا كلنا ماشيين بنبقى حاطين سماعات الموبايل وبنسمع، نحاول ان احنا دايما نتبع الارشادات عشان خاطر ربنا يسلمنا ونوصل بالسلامه باذن الله. طيب في موضوع كنت عايز اتكلم فيه من يعني بقالي فتره، والنهارده قلنا ان احنا لازم نتكلم فيه. الإعلام سلاح ذو حدين، ويمكن كل مرة بنطلع نتكلم نقول الإعلام ممكن يبني أمة، ممكن يهدم أمم ودول على مستوى العالم. فبعض الوسائل الإعلام أو بعض القنوات وبعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكمان دلوقتي دخلت فيها السوشيال ميديا شئنا أم أبينا، بتستخدم هذا السلاح بشكل ممكن يكون عشان خاطر ما عندهمش مثلا إعلانات كتير، فهم عايزين يزودوا نسبة المشاهدة والإعلانات. ممكن يكون بسبب ان هو عايز بيساند سياسيا نظام معين او جماعه معينه او انتوا فاهمين اللي انا عايز اقوله طبعا، او ليه اهداف تانية، اجنده مثلا. فاللي حصل الفتره اللي فاتت دي، احنا بنتكلم على هيئه الاذاعه البريطانيه البي بي سي، هي بقى لها فتره مستلمانه كده يعني. فاحنا عملنا تقرير عن منذ نشاتها في بعض المغالطات اللي حصلت منها في بعض المواضيع المهمة الكتير هنشوفها في التقرير، وبعض الأكاذيب اللي كانت بتستخدمها عشان خاطر يعني تخدم بعض الأهداف لبعض ضد الدولة المصرية بأي شكل، يعني سواء عشان هي تمسك مثلا تساند جماعة، أو يعني لما نمسك موضوع معين ونتصيده ونقعد نكبره ونقعد نشتغل عليه. وفي مواضيع كتيرة جدا يعني هنتكلم عليها، بس خلينا اعتقد معانا تقرير نشوفه ونرجع نعلق عليه. يلا بينا. بتلك الكلمات ذلت اقدام كثيرة من السالكين بدرب الاعلام والتغطية الصحفية، وكان من ضمنهم محطة البي بي سي، ولانهم سعوا خلف مرادهم فانزلقوا عن مراد الطريق الحق لتبدأ رحلتها نحو الانحدار بفضيحة التحرش الجنسي التي هزت أركان المؤسسة لنجم التلفزيون البريطاني الراحل جيمي سافيل، ثم تبعها وقفة نشر الشائعات التي قام فيها السياسي البارز لورد ماكلباين بمقاداة التلفزيون البي بي سي إثر نشر تقرير عنه مدعية إياه بمتحرش للأطفال في سبعينيات القرن. طيب خلوني أقول لكم شوية كده معلومات عن الموضوع ده بالذات. في فبراير 2019 عند إعلان التعديلات الدستورية، البي بي سي تحالفت مع قناة الشرق وتماشت مع سياستها التحريرية، وساهمت في الدعاية الهاشتاج اطمن أنت مش لوحدك اللي كان دشنه
معتز مطر ودعوة للتظاهر لكن فشلت في تحقيقها. ده واحد. نمرة اتنين، كلنا فاكرين قضية الشابة زبيدة واللي ادعت القناة انها مختفية قسريا. مختفية قسريا اللي يعني المصطلح ده يعني مش فاهم يعني ما علينا. قالت انها مختفية قسريا من قبل الامن العام وتم تعذيبها وانها مش موجودة وحصل مشاجه والكلام ده كله من قبل السلطات المصرية. وبعد كده ظهرت زبيدة على احدى القنوات الفضائية المصرية ونافت ما تم عرضه واقرت انها تركت بيتها عشان تتزوج وتم استضافتها من قبل الاعلامي عمرو اديب. وكتير من الناس اللي اختفوا قسريا في الفترة اللي فاتت في الدول التانية كده ظهروا فجأة وكانوا كويسين واللي توفاه الله وشهادة الوفاة بتاعته بتطلع ويحطوها على الفيسبوك. يعني موضوع الاختفاء قسريا ده حدث ولا حرج. طيب عند القبض على الارهابي هشام العشماوي اللي احنا عارفينه طبعا اللي احنا جبناه من ليبيا السقور بتوعنا جوه. وصفته بالضابط المفصول، ما قالتش عليه ارهابي وصممت انها تقول الضابط المفصول. وطبعا احنا عارفين في الاعلام مهم جدا ان المصطلح بيفرق. ممكن اقول كلمه في مكان تولع الدنيا وممكن تتاخد ان هو كويس وممكن تتاخد ان هو وحش. يعني الكلمه بتفرق معايا. فالمصطلح والمفردات في الاعلام باي شكل من الاشكال ليه دلالات كتيره جدا 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 وبتيجي في الود ترجم للدماغ وتوصل ان هي تبقى فكره وعقيده في دماغ البني ادم اللي بيتقبلها. طيب قامت مؤخرا بنشر تقرير عن حسن البنا خلال الشهر دوت، والتقرير بيؤرخ لنشاه الجماعه النشاط السياسي خلال الفتره الملكيه من ثوره 52 وما بعدها. وتحليلها لهذا التقرير بيوضح محاوله البي بي سي لتصدير صوره ان البنا وجماعته الارهابيه بانهم جماعه قامت بالكفاح المسلح ضد الاحتلال، وتطرقت الى ان الخلاف بين الاخوان والسلطه وصفوه كده بانه خلاف سياسي. الحقيقه دي حاجه سريعه كده بس حبينا نقولها، وحبينا نقول برضو ان يا جماعه يعني احنا مش فاهمين يعني هل هو يعني كل واحد يعني لو عندوش اعلانات هل يعمل فرقعه اعلاميه او يعمل يعني يفبرك اخبار او يستلقط اخبار معينه ويتناولها بطريقه معينه عشان خاطر يزود نسبه المشاهده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل في اجنده معينه الناس دي بتتبعها ضد الدوله المصريه؟ طب هل هي متحالفه مع حد معين؟ هو طبعا في كلام كتير يعني على المشاهد ان هو يستخلصه من اللي هو بيشوف. الشعب المصري ذكي جدا 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 وبفضل الله. يعني احنا شفنا من اول 2011 لغايه النهارده المحاولات المستميته علشان خاطر يعملوا فتنه بين المسلمين والمسيحيين ما عرفوش. ما بتكلمش على بي بي سي بس، بتكلم عامه بشكل عام. يعني بتكلم دلوقتي على المحاولات اللي حصلت ضد الدوله المصريه. المحاولات التوقيع بين الجيش والشعب ما عرفوش، بين الشرطه والشعب والجيش ما عرفوش. ده حتى وصلت للمشجعين الانديه، يعني ايه وبرضه ما عرفوش. يعني في احتقان طبعا بين المشجعين بعض الانديه عادي، يعني تعصب شويه، لكن ما عرفوش ان هم يستخدموا هذا الموضوع. القضايا المطروحه على السوشيال ميديا بشكل كبير بيتم تسييسها بشكل كبير من اللجان الالكترونيه عشان خاطر يسخنوا الناس. في وضع منتهب مثلا في قضيه معينه وده غلط وما ينفعش، وفي قضاء بيمارس القضاء بيمارس حقوقه طبعا، وقانون بيمشي على الدوله كلها على الكبير قبل الصغير. وهنشوف الكلام ده. مش عايزين نستبق الاحداث عشان ما نقعدش ايه نسيب فرصه للناس اللي هم يقعدوا يهاجموا ويتكلموا والكلام ده كله. لكن برضه هرجع اقول الشعب المصري ذكي جدا وبيفلتر الاحداث، فمهما الناس دي عملت عشان خاطر توقع مصرنا الحبيبه مش هيحصل. زي ما بيقول الرئيس عبد الفتاح السيسي، طول ما احنا مع بعض متكاتفين عمر ما حد يقدر علينا. طيب دي كانت الطلعه الاولى في الانترو بتاعنا. عندنا بقى فقرات النهارده، معلش استحملوني يمكن شويه حماس كده وشويه المطر الحلو ده، وبرده الواحد يحب يقول كلمتين حلوين عن بلدنا الجميله. النهارده عندنا فقرتين باذن الله هيعجبوا حضراتكم. الفقره الاولى هنتكلم عن دور الاذاعه وحرب اكتوبر مع اذاعي كبير، الاذاعي الكبير استاذ احمد ابو السعود رئيس شبكه الاذاعات الاقليميه سابقا. هو كان مسؤول عن الاعلام العسكري بحرب اكتوبر وكان بيقدم برنامج صوت المعركه. هنعرف منه حاجات كتير قوي قوي خاصه بطبعا حرب اكتوبر، وكمان موضوع يعني انك تبقى مسؤول عن الاعلام العسكري في حرب كبيره زي دي وانتصرنا فيها، الاوقات اللي كان بيعيشها ساعه النصر، والاوقات اللي كان بيعيشها ساعه لما كان بيسمع ان احنا حققنا العبور وعدينا وحطمنا خط بارليف. الكلام الكبير قوي دوت هنقعد نسمعه. يا ريت اولادنا اللي قاعدين النهارده من المدارس ومن الجامعات يقعدوا عشان خاطر نسترجع مع بعض بطولات شعبنا الحبيب وابطالنا، ونعرف قد ايه الناس كانت بتضحي بحياتها
عشان خاطر نقطة رملة أو ذرة رملة من سيناء الحبيبة اللي احنا بنموت فيها وعمرنا ما هنسيبها، وهنعمرها ونخليها أجمل منطقة في مصر بإذن الله، مع إن مناطقنا كتير جميلة جدا جدا جدا. الفقرة التانية برضه هنتكلم عن الرياضة وبناء الإنسان، مهم جدا. البني آدم الرياضي بيتخلق عنده نوع من أنواع تحمل المسؤولية من بدري، بيطلع عينه بيضحي بحاجات كتير، يضحي بسهر وخروج وفسح مع أصحابه والكلام ده كله في مقابل إن هو يتمرن ويطلع عينه وصبر وجلد وعزيمة وقوة إرادة وكل المفردات اللي أنت عايز تحطها دي، عشان في الآخر يحط حتة ميداليه في صدره، وده الهدف بتاعه، التارجت بتاعه. حته الميداليه اللي مش عاجبه مثلا الناس يقول لك ايه هيطلع عينه بتاع عشان الميداليه او كاس. دي فلسفه الحياه. لو حضرتك ابتديتها بانك تتحمل مسؤوليه وتعمل وتشيل علم بلدك، تتسبب في ان علم بلدك يترفع والنشيد الوطني، اعتقد ان انت تقدر في يوم من الايام انك تشيل مسؤوليه اسره ومجتمع ومدينه وبلد كامله. هيكون معايا ضيفي الكريم دكتور احمد السهم، استاذ في التربيه الرياضيه، وكمان كابتن يحيى امام، مدير قطاع براعم بنادي الترسانة لكره القدم. خلونا نطلع فاصل سريع مشاهدينا الكرام ونستقبل ضيفي الكريم الاذاعي الكبير احمد ابو الصعود. يلا بينا.